كانت تجربة قصيرة ولكنها رائعة. كنت متواجدا في الفترة التي تولى فيها باتريس كارتيرون تدريب وادي ديجلا. عندما طلب مني القدوم لم اتردد واردت ان اخوض التجربة. كانت تجربة مميزة في القاهرة التي وقعت في حبها. وكونت اصدقاء منهم ماجد سامي وعائلته. الذين رحبوا بي جيدا وهياوا لي الاجواء المناسبه اما عن اداء الفريق فقد حققنا نتائج جيده وطريقه لعب مميزه للغايه وخدنا مباريات جيده امام فرق القمه مثل الزمالك والاهلي وكانت التجربه الوحيده بالنسبه لي في افريقيا نعم اتمنى ان اعود مره اخرى الى مصر في منصب تدريبي لانني احب الكره المصريه فهم لديهم الموهبة والرغبة في اللعب. أقابل المصريين في كل مكان ويذكرونني دائما بوادي دجلة. وأصبح لي أصدقاء من مصر، منهم ميدو الذي قابلته عدة مرات في أوروبا، فهو أسطورة. وصديقي أيضاً عصام الحضري ونحن ما زلنا منخرطين في كرة القدم، أتمنى أن أجد الوقت لمقابلتهم وأن نصنع مشروعاً لنحقق حلماً في كرة القدم وننفذ أكاديمية، أسباب كثيرة تدفعني للعودة